وهي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بيبدأ بتنفيذ مبادرة 600,000 باب رزق بالمحافظات. 600,000 باب رزق، لا دي حدوتة كبيرة، لازم نحاول نفهم عنها تفاصيل من دكتور نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أهلا بيك يا دكتور نهى. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم كله خير. 600,000 باب رزق ده يعني 600,000 فرصة عمل ولا 600,000 مشروع؟ الرقم في حد ذاته كبير، فعايزين نعرف. والله هو رقم فعلا كبير، بس يعني إن شاء الله يتحقق، وإن شاء الله يتحقق في مدى زمني قصير ومقبول جدا. يعني إحنا الحقيقة المبادرة دي يمكن إحنا اتشرفنا بالإعلان عنها وعرضها من يناير الماضي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني أمام فخامة رئيس الجمهورية، وإحنا كنا بنتكلم إنه قد إيه خطة 2023 بالنسبة لنا هي خطة، خطة العام الثاني للتحالف الوطني هي خطة المفروض إنها تكون يعني أكثر طموحاً وأكثر جرأة، وتبقى فعلاً زي ما كنت حضرتك كده كنت بسمع كلام حضرتك ومستمتعة بيه الخاص بالحوار الوطني، تكون محتكة بهموم الناس والحاجة اللي هم بيفكروا فيها النهاردة وفي اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي. وده دور الجمعيات ودور المجتمع المدني ان هو يطور من ادائه طبقا لمتطلبات المرحله. فالحقيقه احنا لما بدانا نشتغل في مجال تنميه صغار المزارعين في مبادره ازرع، لقينا ان في فرص كبيره جدا جدا لاعداد مهوله من المزارعين. لقينا في شباب كبير جدا عنده طاقه ويعني مهتم بملف رياده الاعمال. لقينا في فرص كبيره قوي لعمل ملتقيات توظيف يتم توظيف للشباب من خلالها، ده بالاضافه لمشروعات التمكين الاقتصادي الصغيره ومتناهيه الصغر. فالحقيقه لما جمعنا الجهود اللي ممكن والخطط اللي احنا ان شاء الله بسبب البدء في تنفيذها في 2023، لقينا ان ده هيفتح 600,000 باب رزق يا رب ل 600,000 اسره. طبعا ده دور مهم، والحقيقه احنا كنا مهتمين بتخطيطه ويعني خطه فعلا فعلا على دراسه الاحتياجات بتاعه الدوله اولا، وان احنا بنشوف نفسنا شريك في كل اللي بيحصل وشريك مع الحكومه وشريك مع القطاع الخاص ان البلد تنهض وان الدنيا تمشي، بالاضافه لاحتياجات الشارع والشباب محتاج فكره الشغل، فكره التمكين الاقتصادي، فكره الانتاج، وده دور المفروض انه يكون يعني نقوم بيه، واحنا فخورين ان احنا بنعمل ده. لانه انا بصراحه بعد متابعه حضرتك لمبادره كتف في كتف اللي يمكن اتكلمنا عنها خلال الشهر اللي فات، شهر رمضان وشهر شعبان، احنا بنفكر في التنميه بنسد الاحتياجات وبنعمل اجراءات حمايه اجتماعيه، ولكن على التوازي لازم اشوف ازاي انقل الناس دي من دايره الاحتياج لدايره الانتاج. الناس دي لازم تبقى افراد منتجه، وبعد ما هو كان شخص بيتلقى المساعده هو بعد كده هيبقى شخص هو اللي بيمد ايده بالمساعده لفئات اخرى، زي ما بقدم مساعدات حمايه اجتماعيه زي ما بشتغل على تمكين اقتصادي ومالي. بالظبط كده، وده دور وهدف. وبالعكس احنا لقينا نفسنا انه يعني حتى بصينا للموضوع بزاويه مختلفه، كل يعني الملايين من صناديق المواد الغذائيه اللي تم توزيعها دي النهارده، هو المنتجات اللي موجوده فيها دي منتجات هي جايه بالفعل من صغار الفلاحين، فانا ليه ما اعملش سلسله قيمه مضافه متكامله؟ يعني النهارده صغار الفلاحين اللي بيزرعوا الرز والمكرونه وبيزرعوا القمح بيزرعوا عدس الفاصوليا الحاجات اللي انا بستخدمها، النهارده المزارع ده انا اساعده ان انا ابتدي اديله التقاوي والاسمده المناسبه، اجيب له الارشاد الزراعي اللي هو يحتاجه، اساعده في كل الحاجات اللي يحتاجها، حتى لو محتاج منح لا ترد عشان يطور من الزراعه بتاعته انا هقف جنبه وهساعده، وفي الاخر كمان انا اللي هشتري منه المحصول بالسعر العادل لو هو حب يعمل ده، بالاضافه ان انا افتح له قنوات ان هو يستفيد من قانون مهم جدا، قانون الزراعه التعاقديه. فالحقيقه احنا عندنا اكتر من 500,000 شخص بيمتهن مهنه الزراعه، سواء اللي بيشتغلوا في الزراعه كزراعه او اللي بيشتغلوا في الصناعات الزراعيه زي صناعات التمور وصناعات المختلفه، كل الناس دي هم ان شاء الله هيكونوا معانا في مبادره 600,000 باب رزق. في 85,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر هيبتدوا ما بين ورش وما بين مشاغل للسيدات وما بين يعني انشطه مختلفه، وبالاضافه ل 15,000 وظيفه للشباب الجامعي او الشباب اللي متخرج من المعاهد الفنيه، ودي هتبقى وظائف من خلال ملتقيات الوظيفه. هل من داخل نفس المبادره يا دكتور؟ دي يعني احنا بنحاول نخاطب بيها المواطنين في كل المحافظات، ايا كانت الطبيعه في المحافظه وايا كان المهنه اللي الناس بتحب انها تشتغل فيها او ايا كان نقطه التميز اللي موجوده عند المحافظه دي وعند
المجموعه دي من الناس. طيب دكتور نهى، هل من داخل نفس المبادره هيبقى في ايضا مشروعات متعلقه بالاستثمار الحيواني زي ما بيتقال، يعني الحاجات اللي هي متعلقه بماشيه مدره للبن او بغرض التسمين ثم الذبح والبيع فيما بعد ذلك، ولا ده مش جوه المبادره دي؟ ده جوه، وهم دول يعني دول جزء كبير جدا من اللي هم بنقول عليهم ال 500,000 المزارعين والمنتهين الزراعه والصناعات الزراعيه، لان هو غالبا اي يعني الفلاحين في القرى ممكن يبقى عنده ايراد بيزرعه سواء هو بيمتلكه او بيأجره، ولازم بيكون عنده راس ماشيه. احنا هنساعد في ان احنا ننمي الموضوع ده، وبالعكس موضوع احلال السلالات ده هدف، وهدف احنا بنشتغل فيه بقوه ان احلال السلالات الموجوده بسلالات جديده محسنه وراثيا يبقى انتاجها في الالبان اعلى وانتاجها ونسبه التحويل فيها في اللحوم اعلى. فده جزء كبير جدا، واحنا بنستهدف المشروع الخاص ب 100,000 راس. فالحقيقه هو لما بنقول ان احنا هنشتغل كزراعه، زراعه دي بيدخل تحتها زراعه وتنميه ثروه حيوانيه وصناعات زراعيه وحاجات كتير جدا. فطبعا ده يعني على راس اولوياتنا، واحنا اشتغلنا في الموضوع ده في 2022 وعملنا حققنا نجاح في ملفات يمكن مهمه، الرؤوس المحسنه المرحله الاولى من مبادره ازرع. انا بكلم حضرتك دلوقتي وموسم الحصاد ابتدى، بالفعل شغالين في حصاد القمح الخاص بال 150,000 فدان اللي زرعناهم مع صغار المزارعين. والحقيقه الانتاجيه مبهره، ان انا الاقي ان الانتاجيه ارتفعت وتخطت حاجز ال 24 و25 اردب. طبعا ده رقم كبير للي متابع الانتاجيه، متوسط الانتاجيه في الاراضي ده رقم كبير جدا، وده بسبب تدخلات المجتمع المدني عملها متعلقه بالاهتمام تاني ان الفلاح يرجع يستخدم تقاوي معتمده، ما يستخدمش تقاوي قديمه من عنده من البيت او تقاوي هو جايبها من الزرعه اللي فاتت، ان هو ياخد فعلا المخصبات السليمه مش الضاره، ان هو يرجع تاني لفكره الارشاد الزراعي والمهندس الزراعي والمرشد الزراعي اللي بينزل يقعد معاه في الارض يقول له ازاي يعالج الاصابه وازاي يتعامل مع التغيرات المناخيه، لان دي كانت حاجه بدات انها فعلا بتاثر على يعني ملف الزراعه كله اللي طبعا بيحصل في الجو. يعني معظم الفلاحين كانوا متضررين منه، مش قادرين ان هم يتواجبوا معاه، ما عندهمش آلية لتوقعات الطقس ايه اللي هيحصل. هنا بيخش دور المجتمع المدني والجمعيات والمتطوعين على الارض ان احنا نبقى حلقه الوصل بين التغيرات اللي بتحصل دي وبين الفلاح اللي هو قاعد عايز يعمل يطور من الصنعه بتاعته والمصدر الرزق بتاعه، ولكن مش ساعات بتبقى في بعض التفاصيل غايبه عنه، بيكون هنا دورنا. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور نوى، ربنا يوفقكم، لانه دي يعني عندما تكتمل هتفرق كتير جدا جدا جدا، مش بس كمان للناس اللي هتستفيد منها بشكل مباشر، لكن للبلد كمان بشكل عام. بشكرك جدا دكتور نوى طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.